أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني نبض الاتحاد. وكما عودناكم أعزائي المشاهدين في كل حلقة أن نختار لكم ضيفا مميزا. رحبوا معي بهذه الحلقة بسعادة رجل الأعمال المهندس محمد صلاح زين الدين العابدين. بداية مهندس صلاح، أسعد الله أوقاتك. أسعد، مساء الخير وأهلا بكم. أستاذ محمد، لو أردنا أن نعرف أستاذ المشاهدين من هو بدون ألقاب، من هو محمد صلاح زين العابدين؟ أنا مهندس مدني من مصر، مصري. اتخرجت بـ 1997، اشتغلت حوالي 5 سنين في مصر الأول، كلها في شركات كبيرة في مجال المقاولات، أغلبتها طبعا أغلبه مقاولات. بعدين جيت على الإمارات على 2003. من جيت في الإمارات ابتديت حياة عملية تانية بعد في الإمارات، يعني من 2003 لغاية 2008 حتى ابتدى مشروعك الخاص. بالضبط، انا ابتديت فترة من 2008 لغاية 2003 عفوا لغاية 2008. كيف كانت مسيرتك العملية؟ والله انا كلها كانت بدايتي جديدة في السوق، لان وضعية الحياة والشغل هنا تختلف شوية عن اللي اشتغلته في مصر، فكان لازم اعرف السوق والامور بتمشي ازاي هنا، طبيعة المسميات، طبيعة الشغل، نظام السيستم بتاع الشغل نفسه. فاشتغلت في المقاولات، والمقاولات هو السوق اللي تقدر تتعلم فيه كل شيء بالنسبة لمجالنا كعقارات او كمهندس مدني. ابتديت فيها كمهندس، الحمد لله ربنا وفقني. اول ما جيت ما تعبتش كتير، الامور كانت مفتوحة والشغل كان موجود بشكل في الفترة دي ممتاز. اشتغلت في شركة مقاولات يمكن في حدود السنة، بعدين اشتغلت في مكتب استشاري 2 سنين في الحدود دي، وبعد كده فتحنا شركة مقاولات، او اشتغلت في شركة مقاولات الى 2008. شو 2008 بدأت المسيرة العملية اللي هي مشوارك مع كونوس؟ بالضبط، ابتديت فتحنا كونوس في 2008. حتى شفنا ان الاستشارات فيها شوية يعني سيطرة اكتر على الشغل ومجال اكتر تقدر تبرز فيه قدراتك انت والاستاف اللي معاك، لان انت بتكون انت ممثل المالك بالنسبة لاي اشغال. فبتبتدي الشغل مش من اول، يعني المقاولات انت بتبتدي فيها الشغل بعد ما بيخلص مخططات وكل شيء، مجرد تبتدي في التنفيذ. انما الاستشاري انت بتبتدي فيه من اول ما بيتولد الشغل، من اول ما الفكرة تطلع في راس المالك، سواء كان صناعي او تجاري او سكني، الى ان نوصل ان هي تتنفذ ويستلمها. فانت بتبتدي الامور من اولها كلها. استاذ محمد،
ما كنت تشعر انه في هناك كنت في على عاتقك مسؤوليه كبيره من ناحيه الاستشارات الهندسيه، لانه انت تتحمل مسؤوليه كبيره جدا من ناحيه بناء وديكور وتصميم، يعني انت بتستلم المشروع كانك مالك زي ما حكيت انت بالضبط. في كيف كانت معنويتك او اتجاهك حول المشروع انه تحمل مسؤوليه؟ كيف كانت عندك القدره انك تحمل المسؤوليه؟ بدايه الشغل في المقاولات بتخلي الامور اسهل بكثير، لان انت شفت كل شيء، انت بقيت عارف اسعار المواد، اسعار من وين تجيب المواد، كل شيء كيف تحصله، العماله الكويسه فين، حتى نوعياتها اسعارها، فبقيت مدرك للامور كلها. من تدرك للامور اذا عندك شويه القدره ان انت تديرها تقدر تبتدي كل شيء من اول. طبعا فيها ريسك فيها خوف، والى الحين احنا نفضل الخوف موجود دايما، يعني الى ان الواحد ينتهي، يعني يفضل دايما فيها، بس الحمد لله احنا اتوفقنا في الاول وماشيين بصدق وبامانه مع الناس، ودي لوحدها بتمشي الامور، بتدي استمراريه زي ما بيقولوا. اكيد انتم ما شاء الله عليكم متميزين. طبعا شركتكم كنوز للاستشارات الهندسيه تاسست في 2008، كسبت ثقه كبيره من الناس، وبس حابين نعرف كيف استطعت انك يكون عندك هالكم الهائل ما شاء الله عندك من الناس، واستطعت انك تقنع الزبون بحب بحب او التعامل معك بهذه الطريقه؟ شوف، هي اول حاجه توفيق ربنا، طبعا توفيق ربنا ده الاساس في كل شيء، وثاني شيء الصدق والامانه مع الناس، انك من تاخد الشغل ما مجرد، احنا طبعا ما من النوع اللي بيشتغل ب unlimited شغل، يعني دايما لنا حدد معين من الشغل، ولنا الشغل اللي نقدر ناخده بالحجم اللي موجود نقدر ننفذه، يعني ما بنطلع ان احنا ناخد شغل بلا حساب، اذا في زيادة في الشغل بنضطر نطور الصف ونكبر، واذا الشغل شوية يعني ما ماشي اموره بنخلي الصف اللي موجود يبقى عامل هاندل على الشغل، يعني في حدود نسيطر عليه على قد ما نقدر، ودي طبعا بتفق معانا وبتفق مع المواطن او المالك. المالك من بيشوف الشخص اللي موجود هو متابع كل شيء لحظه في لحظه، موجود في كل خطوه، هو موجود سواء حتى مدير المكتب، دي بتدي له اطمئنانيه وبتخليه يجيب الناس اللي من وضعه زي ما بيقول او قريبه زي ما. طبعا طبعا استاذ محمد كلنا بنعلم انه الاساس الشركه اللي حكون فيها طبعا هو راس مال، والاساس اللي هو المواطن. طب كيف تم او على اي اساس تم انتقاء الموظفين الكفاءه في الشركه؟ شوف الحمد لله، الاول الاغلبيه الموظفين اللي موجودين هم اخوان لينا كلنا، ما بنعتبرهم، والاستاف اللي موجود عندي يعني يمكن فيهم ناس من اول ما فتحنا، ما من النوع اللي بنغير كتير او كل فتره بحاول اغير، فبنعتبر الموضوع اخويا وعائليا قبل منه شغل. المصلحه مصلحه للجميع، ليا وليهم ولكل واحد فينا، فدي. وطبعا التعامل مع الناس بيفرق كتير، انت من تعامله كأخ وكإنسان وكمهندس بتفرق كتير على انه تعتبر انه موظف، انك تعامله كموظف. طبعا استاذ محمد حكينا عن اهم المشاريع اللي كانت اللي انجزتوها داخل دولة الامارات اللي انت بتفتخروا فيها كثير. والله احنا اول شيء طبعا احنا نفتخر بكل شيء سويناه داخل الامارات، لانه كله هو شيء فخر لينا. اللي كنتوا يعني انتوا يعني اشعرتوا انه في انجاز شيء مميز؟ والله شوف، في بعض احنا مش من نوعيه المشروع اللي بتشعرنا بيها، بس في بعض المشاريع احنا من نخلصها بتكون صداقه واخويه مع المالك، ودي بتفرق كتير معانا، بس لان احنا مش بنبص المشروع انك ازاي تخلص حجم مشروع كبير او تخلص مشروع وتسلمه، لا، المشروع اللي بيطلع من عنده صداقات واخوه هو اهم بكتير من قيمه المشروع. فتقريبا يمكن 90% من الاشخاص اللي احنا تعاملنا معاهم لغايه الحين نتواصل معاهم، يزورونا في المكتب، وبالعكس ناس كتير منهم من يطلع لحد من قريبهم او من ربعهم قود يكلمونا ويجيبوه كانه هو شريك معايا في المكتب، ودي شيء بيفرحنا، وده شيء بيفرحنا. انما احنا اشتغلنا صناعي، اشتغلنا تجاري، اشتغلنا سكني، كله الحمد لله اشتغلنا. طب استاذ محمد طبعا كل انسان طموح في عنده نظره مستقبليه. صحيح. فما هي النظره المستقبليه لشركه كنوز للاستشارات الهندسيه؟ والله احنا يعني حبنا للتميز وحبنا ان احنا نكون موجودين في كل شيء بيخلينا موجودين فرع واحد بس في ابو ظبي. انا نفسي نكون عندنا اكتر من فرع في اكتر من اماره، ونتعامل مع كل الناس اللي موجودين داخل الامارات المتحده. طبعا استاذ محمد ما شاء الله عليك، كانت بدايتك انت ما شاء الله جميله جدا، وكان عندك لابد من بعض الصعوبات في بدايه المشوار.
حكينا عن ابرز الصعوبات اللي واجهتك وكيف استطعت انك تتخطاها هاي المشروع. شوف الصعوبات دايما بتبتدي اذا ما فيش حد موجود معك او شيء. طبعا ما فيش انسان ناجح بينجح لوحده ولا انسان بيكمل لوحده، دي مستحيله. ربنا بيسهل اشياء تخلي يعني زي ما يقولوا احنا مخيرين مش يعني ميسرين مش مخيرين، فالامور بتمشي. انا الحمد لله كان عندي يعني من اول ما جيت كان عندي اصدقاء كتير ساعدوني هنا، كان عندي من اشتغلت حتى في مكاتب او في شركات تانية في ناس كتير وقفت معي، في ناس كتير ساعدتني كاخ وما اعرفهم وحتى من جنسيات تانية مش، فدي لوحدها ما حسيتش بالصعوبات القويه قوي قد الاشتياق للاهل في بعض الاحيان بس. انما كصعوبات داخل الدوله انا بالعكس ما حسيت، الامارات للحين يمكن عايش فيها اكتر من الفتره اللي عشتها في مصر. يعني الحين انا 42 سنه 44 سنه دلوقتي، يعني منهم ان شاء الله فتره طويله الحين داخل 15 16 سنه الحين، فاغلبيه حياتي العمليه ما خلاص حياتي بعد هنا كلها. اكيد الانسان يجي يحسب عمره الواقع اللي خلينا نقول اللي كان واعي فيه انت عايش من بالضبط حياتي المهنيه كلها انا ماضي هنا في الامارات. بالضبط بالضبط. طبعا استاذ محمد بدنا منك نصيحه للشباب المبتدئين في مسيره حياتهم. شوف النصيحه ان الواحد ما يأس، الياس هو اللي يدمر كل واحد. ما فيش واحد الا لقى صعوبات، وما فيش واحد بيشتغل الا لما يلاقي قدامه مشاكل. بس انك تبقى عندك ايمان بالله وانك تكمل، ثق ان ربنا لازم هينول لك غرضك. فانما ساعات كلنا ما فيش انسان بيجي له لحظات فيها احباط، كلنا بيجي لنا اكتر من يعني لحظات كتير فيها احباط. اللي بيستسلم للياس والاحباط دايما بيضيع دايما، واللي بيكمل حتى اذا شاف ملهاش مخرج دايما اموره ان شاء الله ربنا بيسهل اموره وبتمشي. طبعا استاذ محمد، طبعا مهندس محمد، مجال عملنا مجال عملك ما شاء الله كان رائع، رحله موفقه في مسيرتك العمليه. رحلتك هاي كانت طبعا في دول الامارات العربيه المتحده، طبعا توفر لك بيئه خصبه وهي نعمه الامن والامان في دول الامارات العربيه. طبعا حتى استطعت انك انت تمشي بمسيرتك هاي. طبعا نعمه الامن والامان هي القاعده الاساسيه في اي دوله حابه تكون ناجحه او تستقر، فهي من الله عز وجل ومن ثم طبعا جهود شيوخنا، فلابد انه يستحقوا منا رساله او بطاقه الشكر على الجهود اللي بذلوها. اي مجال استثمار في ناس بتطلع كتير وفي نجاح كتير، اكيد هي البيئه مهيئه انهم يطلعوا كده. البيئه يعني الامن والامان والتوفيق والتفكير من الشيوخ والناس اللي ماسكه البلد وبتفكر في ازاي انها تتقدم يوم عن يوم. الامور دي كلها جدا اذا مش موجوده مستحيل ولا انا ولا اي حد يقدر في الوقت ده وفي السن ده يقدر يفتح اي شيء. فوجود البيئه المناسبه للعمل والدفع والسبورت اللي من عندهم ده بيخلي ناس كتير تطلع كل فتره، والشغل ما شاء الله يعني الامور تمشي باستمرار. طبعا استاذ محمد منك الان بطاقه الشيوخ الشيوخ ما هي رسالتك للشيوخ؟ طبعا احنا بنشكر الشيوخ طبعا على ان هم وفروا لنا البيئه المناسبه ليها، وبنعتبر الامارات هي بيت، ما نقولش بيت تاني، نقول بيت اول زي بيتنا الاول. واحنا اذا مش حاسين بالارتياح وبالامان وبالمجهود اللي موجود في الدوله لينا والاهالينا مش لينا ولوحدنا بس، لان هي بنعتبر لها امان يمكن زي بلادنا واكتر. فكلنا طبعا ان شاء الله يكون من نجاح لنجاح، وتكون دوله الامارات ان شاء الله في تقدم من فتره لفتره، وتكون دايما احسن بلد في الدنيا ان شاء الله. استاذ محمد بدنا لك رساله ختاميه، هي راح تكون رساله ختاميه هاي لشخص انت بالبدايه كنت حكيت لي انه في فيش انسان بيمشي مشواره لحاله الا كان عندك ناس داعمين، فما هي رسالتك للشخص اللي كان مسيرتك العمليه او كان خلف الكواليس وحاب تكشف لنا عنه الان؟ اكيد في اشخاص كثيره، بس يعني يفضل الدعاء بتاع الوالده هو الاساس ان يوفق لك الناس كلها. فانت لازم برضه الواحد ما ينساش الوالده او الوالد، ليه هم الاساس في كل شيء، دعواتهم دايما بتوقف لك الناس اللي، فان شاء الله يعني نتامل ان الامور تمشي على طول في ازدهار، وتكون دوله الامارات من احسن الدول الموجوده، وان شاء الله واحنا نتقدم ونرضي العملاء كلهم ونتوسع ونكون اكبر ونفتح فرع واثنين وثلاثة ثاني ان شاء الله في الوقت. استاذ محمد طبعا قبل ما انهي الفقره هذه طبعا
اسمح لي كاميرا البرنامج طبعا باخذ جوله داخل الشركه، التقاط بعض الصور ان شاء الله داخل شركه كنوز الشرق وبعض اللقاء مع اللقاءات مع الموظفين تحت امرك. اعزائي المشاهدين، في نهايه هذا اللقاء لا يسعني الا اتقدم بجزير الشكر والعرفان للمهندس محمد صلاح الدين زين العابدين. طبعا مهندس صلاح، شكرا شكرا لك على هذا اللقاء. تسلم، كنت ضيف مميز ما شاء الله، انا اتمنى لك دائما التقدم. انا سعيد جدا واتمنى ان شاء الله نكون في لقاء ثاني وثالث ان شاء الله في المستقبل. ان شاء الله. شكرا. ريمون رمزي، مدير تصاميم ومهندس معماري. طبعا مهندس رومون، بدايه اسعد الله اوقاتك. اهلا وسهلا مهندس رومون. لو اردنا بالبدايه انا اعرف استاذ المشاهدين حضرتك، وكيف كانت بدايتك في شركه كونوز؟ صدقني انا يعني وقتها كنت سبت الشغل اللي انا فيه تمام، وفي نفس اليوم قابلت المهندس محمد تعرفنا على بعضه وقال لي اقدر اتكلم على شغل في ثاني يوم يعني على طول تمام. بس ما حسيتش بالفرق الكبير للشغل، هو واحد في المكتبين بطبيعه ان هو كل شغل استشارات هندسيه، فنفس الشغل في المكتب هنا نفس الشغل في المكتب هنا بالظبط. بس ابتدينا المكتب مع بعض وفنت فيه تمام. كم صار لك بالعمل مع الاستاذ محمد؟ 6 سنين تقريبا. ما شاء الله. يعني تقريبا من بدايه تصميم الشركه. تقريبا من البدايه. من البدايه طبعا. سيد ريمون، احكي لنا عن ابرز المشاريع اللي انت قمت بتصميمها. هي انا هقول لك نبذه عن المشاريع اللي احنا عملناها. احنا اشتغلنا في الاول، بدايه شغلنا كله كان فيلل تمام. عملنا فيلل خاصه يعني بمبالغ كبيره وكده تمام، اكثر من القرض الشخصي اللي هو اكثر من قرض بتاع 2 مليون اللي هو تبع قرض اسكان. كانت تصميم كويسه والملاك عجبوا فيها ونفذناها وخلصناها. بعد كده ابتدينا مشاريع صناعيه في ايكاد برضو، كانت مصانع وكانت حاجات تبع مصانع غاز ومصانع ومصانع دعايه واعلان وكانت حاجات زي كده تمام. بعد كده ابتدينا في اخذنا مشاريع زي حكوميه كده برضو في البدايه حاجات صغيره. بعد كده برضو ابتدينا شغل حاجات صحيه تبع صحه ومستشفيات بس صغيره برايفت كلينكس وحاجات كده تمام. وبعد كده يعني ده كان الشغل بتاعنا كله تقريبا يعني هاي اخر المجالات. طبعا مهندس رومون، طبعا بنشكرك على هذا اللقاء طبعا، وبنتمنى لك التقدم والازدهار في شركه شغل كونوز الشرق.